مش عرب السويركي اللي ياخد حقه كده؟ انت اكتر واحد رئاسي يا صاحبي ان ياخد الحق حرفه مش غشامه. اللي انت بتعمله ده هيقلب مجزره احنا اول ناس هنروح فيها. يحصل اللي يحصل، انا خلاص مش بقى على حاجه. ايه ده عرب؟ ايه ده؟ وتعالى نقعد ونتفاهم ونشوف هنعمل ايه. سيبني يا محسن، انا مش شايف حد قدامي دلوقتي. سيبني يا اخي، لو مش عشان خاطرك، عشان خاطر امك الغبانه اللي مستنياك. وبعدين احمد ربنا ان محدش من رجاله عبد ربه شافك وانت طالع، ساعتها كنت هتروح ومالكش دايه. انت جاي تتهجم على الراجل في بيته يا صاحبي ومعاك سلاح. الله الله يا محسن، بص اللي عندكم هجيب كرش عبد ربه. الله يا محسن، استنى عرب مش وقته. اوعى سيح. ايه ده عرب؟ اوعى محسن. انت اللي اضحك يا عرب بقى. اوعى. ايه ده عرب؟ سيبوني في حالي وبعدوا عن طريق الدكان ورايا ليه؟ اهدى بس. اهدى كده وروق بعد اذنك، واحده واحده. مالكش دعوه بيا، انا اللي في دماغي اعمله. مش هنسيبك تعمل كده يا عرب. ما ينفعش تودي روحك في داهيه واحنا واقفين بنتفرج عليك. وبعدين يا عرب، هو ده الطريق اللي انت كنت راسمه لينا وليك؟ يا جدع ده احنا كلنا مربوطين في رقبتك. خليك في حالك، انا مش عايز نصيحه من حد. انا عارف مصلحتي كويس ومحدش فيكم حاسس بالضرر اللي جوايا. كل واحد يخليه في حاله. يلا خويا اتكل على الله، انت هو امشوا امشوا. ايه يا عرب؟ هما مين دول اللي يمشوا؟ اصحابك اللي زي اخواتك دول اكتر ناس بيحبوك في الدنيا. انت ايه يا اخي؟ الزفت اللي بقى بيجري في دمك ده خلاص بقى عامل عمايله معاك للدرجه دي؟ خلاص يما، انا الدنيا اديتني ضهرها، مبقاش فارق معايا حاجه. لا عايز اخوات ولا عايز صحاب ولا عايز احباب، مش عايز حاجه من حد. انا بس عايزكم تسيبوني في حالي، تنسوني، عشان عرب السوركي خلاص راح ومش راجع. وبعدين انت مش طول الوقت كنت بتقولي لي خد طربك من عبد ربه؟ خلاص سيبوني اقتله عشان اريحكم وارتاح. مين قال لك اني هرتاح؟ انا لما ابوك راح مني صبرت نفسي بوجودك انت واخوك معايا. هتقوم انت دلوقتي عايز تروح مني انت كمان؟ فوق يا عرف، فوق يا حبيبي. انت مش شايف روحك؟ ده انا من اول ما دخلت الحارة وسمعت كلام الناس عنك كنت بتقطع من جواي، والناس كلها بتضرب كف على كف بتتحسر على عرب السويركي. ليه يا دلال؟ ليه يا حبيبي عايز تروح السجن برجليك وتضيع مستقبلك؟ ليه؟